عمرها 26 سنة ومش كيما برشا بنات في عمرها الصابة تدوسي في مؤسسة وتستنى في وظيفة. أسماء اختارت مهنة تحبها، تربية الأبقار. مشينا للكيف باش نتعرفوا على الطفلة المجهزة في الإنجليزية واللي دخلت مجال ما عنده حتى علاقة بتكوينها الجامعي. في الهنشير بين البقرات متاعها عدينا نهار كامل مع أسماء، دخلنا معها لعالمها باش نعيشوكم تجربة استثنائية. وقت اللي برشا من نجمات الانستغرام ولا الممثلات والمغنيات وعارضات الازياء يتصوروا في دي سال دو سبور، في بوتيكات، في وتلة، مع كلاب، مع قطاطس، في الطبيعه، انستغرام اسمى مختلف جدا. نلقاو فيه دي سيلفي مع بقره، صور في كوري فوق تراكتور، اغلب تصورها في فيرما. الاكيد انه حكايه الطفله هذه متشبه لحكايه حتى بنيه في عمرها. الأربعة متاع الصباح احنا في الكيف، الدنيا مازالت ظلام، المطر تصب، العنصر اللي ماهوش مألوف في بلاصه كيما هكا هي الشبه هذه. نهار أسماء يبدا يوميا بالخطوه هذه، تشعل كانون باش تدفى شويه في طقس بارد، درجه الحراره 5 درجات. البعض ينجم يمشي في باله انه أسماء تفيق بكري باش تقرا، تلوج على خدمه ولا تمشي لبلاصه بعيده على دارهم، لكن الوجهه متاعها كوري هذا الموجود بجنب دارها. أسماء قماطي اليوم عمرها 26 سنة، أصيلة ولاية الكيف، صاحبة مشروع تربية الأبقار. 2016 بعد عامين قراية في الأنجلي، أسماء تقص على قرايتها، تدخل على الاختصاص متاحة وتختار أنها تدخل عالم الفلاحة. بعد عامين من ممارسة النشاط هذا، أسماء اليوم عندها 8 بقرات، 8 عجول، كونت بيهم مشروعها الصغير في تربية الأبقار. هذه المهمة اليومية اللي تستنى في أسماء، تنظيف الكوري، لهوة بنظافة البقرات متاعها، كل صباح نفس الحرص نفس الحماس. الغرام قاعد يكبر من الصغرى وأكثر من هكا، العالم هذا قاعد يخرج على انستغرامها. واليوم الطفلة متاعنا تفتخر جدا انها توري للناس الكل اللي يتابعوها تفاصيل حياتها. فلاحة نحبها خاطر نحسها خدمة ناتوريل، معناها مانيش باش نضطر اني نتصنع فيها ولا باش نكون عندي كونتاكت مع عباد باش نتعامل معاهم باسلوب معين، معناها نتصرف على طبيعتي، ما فماش حد باش يحاسبني ولا حد باش يحكم عليا، نخدم كيما انا نحب، خدمتي انا مسؤول عليها. رجالية بل العكس، للمرأة فيها نصيب. دارنا من الأول حبوا ينصحوني باش نقرأ حاجة أخرى، معناها حاجة خدمة متاع بنات، اقترحوا عليا صحافة ولا أوتيس دو لير ولا أي حاجة أخرى، قالوا لي أنت حرة أختار اللي تحب. يا أخي أنا قلت لهم لا، راني أنا نحب الفلاحة. دونك بشوية بشوية بديت نحكي معاهم وأقنعتهم. دخلت عملت الفورماسيون من الاول، حتى في الاداره معناها كي مشيت باش نعمل انسكريبسيون حسيت فما نظره بيزار، ما قالوا لي حتى شيء الحقيقه، اما فما نظره بيزار نتاع انت اش تعمل لهنا، معناها شو مجايبك. بعد شويه بشويه معناها وحدهم اقتنعوا لي انا بالحق هذيك خدمتي وهذيك اللي انا جيت على خاطره ونخدم، معناها نتعلم، نحب نتعلم كل شيء، معناها بالحق نحب نتعلم، ندخل الكوري، نعاون الخدامه، نمشي الصباح بكري معناها حتى قبل وقت القرايه، نروح مأخر، نقعد نعاونهم معنا لآخر وقت.
فرحانة اللي بابا عطى في ثقة وخليني ندخل الدومين هذا، وبالعكس أنا كان أكثر عبد وقف معايا ومشجعني. قطر من مشروع كيما هذا معناه يتكلف برشا. دجا أنا تو نحس في روحي، نحس في الدين، معناه لازمني نخلص. حبي للفلاحة جا من عند بابا. بابا نعتبره قدوتي معناه في كل شيء، خاطر هو بدون ما لقاش كل شيء حاضر كيفي أنا. أنا جيت نلقى كل شيء حاضر، نلقى تمويل، نلقى ماتريال، نلقى إمكانيات، الحمد لله. معناه هو تعب برشا باش وصل للعمل هذا كل. دونك نحب نشكره بالحق ونقوله راني عمري لا ننسى اللي عملته معايا. تسعة متاع الصباح، خدمة مازالت متواصلة. أسمت حضر في كميات الحليب اللي تنتجهم البقرات يوميا وتستعد باش توزعهم على الشركات اللي تتعامل معها. ورغم أنه البداية كانت صعبة، أسمت اللي متوفر ما بين 90 و 100 لتر حليب يوميا، كميات تتزود بها مراكز تجميع الحليب في ولاية مجاورة كما جندوبة وسريانة. أول ما بديت بكونتيتي صغيرة، دونك فمش حد باش يجيني بالذمة باش يهز على 20 ولا 25 لتر. دونك كنت نبيعهم، نعطيهم العطار نخليهم عنده. كان فما اللي تباع وفما اللي يرجع لي وفما اللي يمشي نفرق، ومعناها ما نلقاش شكون نبيع. كل واحدة من البقرات عندها اسم اختارته لها أسماء. أنا الساعة مانيش حسبتهم حيوانات وباش ندخل منهم فلوس، معناها نحبهم كاريمون، معناها عبارة أولادي، نحبهم الكل كيف كيف. هذا مثلا بو جمعة، ولدي الكبير، ديجا حكيت عليه مرة في الفيسبوك. سميته بو جمعة خاطر هو أول عجل اللي يجيني، دونك كنت فرحانة بيه على الأخر، معناها أول مرة في حياتي يتولد لي عجل. نحسب له في عمره بالنهار، معناه كل يوم يكبر قدامي في حجري، كنت نرضع فيه نحطه في حجري نرضعه. كي وصل عمره جمعة معناه تلمون فرحانة بيه، مانيش مصدقة اللي هو وصل عمره جمعة وكبر نشوف فيه. دونك قعد اسمه بو جمعة. فما العاقل، فما البليد، فما الحنين، فما المدلل، معناه كل حد عنده شخصيته، كل حد نتعامل معه بطريقة خاصة. برشا سألوني كيفاش معناها تخدم خدمة الرجال ما تنجمش تخدم. قلت لهم جوستومون أنا مانيش راجل، دونك نجم نخدم الخدمة هذه اللي الرجال ما تنجمش تخدمها. نفير على البقر صحيح صعيبة وتتطلب برشا إيفور معناها فيزيك، ونوستي معناها ما عندها حتى دخل في الحكاية. معناها نجم نكون نفير على البقر وأنا في نفس الوقت طفلة ولي هي بروحي وعايشة حياتي، ومعناها ما ماهيش باش تأثر عليا كأنوثة. معناها خدمة نخدم فيها برشا حب، معناها ما نعافش الخدمة، ما نقولش تو نتمسخ ولا تو نتجرح ولا ما نتشقنسش. معناها نخدم كيما أنا، كيما لازم يتخدم. نتجرح برشا مرات، معناها يصيروا لي دي زاكسيدون يدي تتجرح.
أسمى تتقابل مع صاحبتها يقعدوا يحكيوا، لكن يبدو أنه طفلة هذه ما عادش نجم تخرج موضوع الفلاحة من حديثها وتفاصيل حياتها. في المكتب كنا كيف المعلم يسألنا شنو تحب تكون يعني وكيف تكبر، ديما تجاوب اللي هي تحب تكون فلاحة، وبيسك العائلة كلها فلاحة والكل يعني ماخذ الغرام منهم، فهمت؟ عجبتني على الاخر وشفتها كيفاش تعدي في نهارها وسامنتي غيس، وديجا شجعتني باش نعمل مشروع متاعي وبدينا نبرمجوا مع بعضنا باش نعملوا بروجي. شجعتها معناها باش نعملوا مشروع مع بعضنا ان شاء الله بينتو، وتابع الفلاحة بيسوق معنا في نفس الدومين خاطر فوسك نحبها. دونك اخترنا مشروع نحل، انا ما عندي عليه حتى فكره الحقيقه، ما خدمتوش قبل ما نعرفوش. دونك تفهمنا باش نعملوا فورماسيون مع بعضنا ونبداو نخدموا مع بعض. اسماء طفله مزيانه، عندها القبول، عندها الطموح، وعندها خاصه مستقبل كبير يستنى فيها، واكيد انه اسماء باش تكون مثال برشا شباب توانسه مازال حتى لليوم مكتف في يديه يلوج على حل مستقبله.